ارتفعت حالات التسمم جراء تلوث مياه الشرب، وقال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان مهدي التميمي في بيان له أننا نرصد بقلق ارتفاع حالات الإصابة بالتلوث في المحافظة، حيث وصلت حالات التسمم إلى 60,000 حالة، عادا إياها كارثة بيئية خطرة جدا على حياة المواطن البصري، مطالبا وزارة الصحة بالكشف عن نتائج فحوصاته للإصابة جراء تلوث المياه واتخاذ الإجراءات الوقائية بأقصى سرعة ممكنة.